قول حاضر واطلع من ده فعلا. عندك اغنيه كسر فيها الدنيا ان شاء الله يا رب. انت حافظها وعارفها ودارسها واحفظها وادرسها اكتر كمان، وما يجي الماينس كله تمام فاهم، واي ملاحظات قد كده خدها واستوعبها فاهم. نفس اللي حصل معايا، انا كمان كنت اسبوعين ورا بعض مش قد كده، جه الاسبوع ده بقى طلعت. يا بطل ما عندي اي تفكير، لا انا هلا بهالمرحله. المرحله تبقى بحر في المرحله دي انت متدفي اهم حاجه. بس يا نسومي بقى يا نسومي يا كوكي يا ناس يا كوكو يا ناس. اوف يا هايدي اخ. معلش يا حبيبي معلش، اول مره اصعب مره. انه الاسبوع الماضي لا يعني انه الاسبوع الماضي كنت متوقع بس ما اجت، هالاسبوع ما كنت متوقع اجت. ما هو عارف كمان بتبقى تراكمات يعني فاهم، يعني هم حطوك في دماغهم من الاسبوع اللي فات ممكن. اكيد زي اصعب لحظه. طب تخيل بقى لو كان ثلاثه واثنين هيمشوا هتحس بايه؟ انا ناطركم باك ستيج. خلصوا وانا مجهز شنطي. والله العظيم يا نسيم انا لما حصل الموضوع ده مش ممكن. انه هلا عندي امل بس لو حاسك عايزه تقولي ايه؟ اكيد عارف اللي هو نسيم بوف. لا وبين حنان ورافائيل دايما في النص انت. اه يا ربي احلى نسيم في الدنيا. تلاقي امي بتلقى اتصالات دلوقتي. مامتك قاعده بقى فاتحه دلوقتي سنترال، ان شاء الله راجع ان شاء الله راجع، ما تقلقوش ما تقلقوش، ابتدوا حملات التصويت. قلت لك المره اللي فاتت كنا خلاص هيبتدي حملات التصويت. خلاص بدأوا. يلا الاسبوع ده بقى ظبطوا نفسهم هم. عادي يا نسيم كلنا بنغلط وكلنا بنقع، لو يعني طبيعي ان انت تقع، ايه المشكله؟ حبيبي في واحد طلع ست مرات نومينيه وخد اللقب في الاخر. سبعه تخيل. محمد عطيه وناس طلعت اربعه نومينيه وناس طلعت ثلاثه نومينيه وناس خدت اللقب. شوف بقى خدت اللقب وناس تانية خرجت مثلا في البرايم العاشر وهي اللي نجحت واللي خد اللقب ما نجحش. المقياس مش مين اللي يقعد للاخر ومين اللي، المهم مين اللي يشتغل لما يطلع ومين اللي يقدر حب الناس ليه لما يطلع. عادي عادي يا نسيم، اهم حاجه ما تخليش حد يعني يهبطك نفسيا بس، وانت ما تضايقش نفسك فاهم قصدي؟ يعني فكر انه خلاص انا دلوقتي حصل اللي حصل ولازم بقى الاغنيه دي اكسر فيها الدنيا عشان اضمن الفاينل على طول ان شاء الله ضمنه. يعني انت قلتيها دلوقتي بعض مثل لسان، في ناس طلعت سبع مرات نومينيه. والله يا نسيم ما مقياس خالص ان انت عشان تاخد اللقب لازم ما تطلعش نومينيه، لازم مش عارفه ايه. لا يا حبيبي احنا هنا في احنا يعني هنا في ليه؟ في سبع مرات بالظبط. يعني ممكن احنا هنا في اكاديمي، اللي جاي استاذ من بره مش هو ده هدف الاكاديمي، هدف الاكاديمي ان احنا نغلط ونطلع نومينيه ونتحسن ونتطور فاهم؟ مدام ليسلي قالت لي اخيرا يعني هتشوف يعني محبه الناس